شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات والسادة المحترمين، شكرا سيد النائب على هذا السؤال اللي تيبرز الدور المهم اللي تتلعبه شركة الخطوط الملكية المغربية في نقل السياح، خاصة في المدن المغربية اللي ما تتوفرش على ربط مباشر كافي بالأسواق ديال الإصدار ديال السياح. الشركة ديال الخطوط الملكية تتربط اليوم 33 ديال المدن الأوروبية بالمدن المغربية، عوض 43 قبل الأزمة ديال كوفيد. الإلغاء ديال الربط الجوي اللي تكلمتوا عليه لبعض المدن جاي لأنه شركة اضطرت تلائم العرض التجاري ديالها خلال الأزمة، وأدت هذه الأزمة إلى إلغاء مجموعة من الخطوط بحيث تقلصت عدد الطائرات ديال الشركة. في إطار العقد البرنامج اللي مضاته الحكومة مع شركة الخطوط الملكية واللي تهدف إلى رفع من الأسطول ديالها إلى 200 طائرة في أفق 2037، غادي يتم تدريجيا إعادة تشغيل الخطوط الملغاة بالإضافة إلى ربط مطار محمد الخامس بعدد مهم من الوجهات الجديدة. من جهة أخرى وعلى غرار جميع الوجهات السياحية، يمكن اتفاق الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي من ربط المدن المغربية بالمدن الأوروبية بخطوط مباشرة. وشكراً.